الحقيقة تحديد المصطلحات جزء من العلم، فالله عز وجل حينما يقول إن الذين آمنوا، يعني آمنوا الإيمان الذي يريده الله عز وجل، آمنوا الإيمان الذي ينجيهم، آمنوا الإيمان الذي يحملهم على طاعة الله. ليس كل إيمان عند الله إيمانا، وليس كل إسلام عند الله إسلاما. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا معنى ذلك أن إيمانهم ليس مقبولا عند الله عز وجل. فالله جل جلاله إذا قال آمنوا، القصد من هذا الكلام الإيمان الذي بني على بحث ودرس وتأمل، والإيمان الذي تستكمل فيه أركان الإيمان من إيمان بالله موجودا وواحدا وكاملا، وإيمان بأنبيائه ورسله، وإيمان بكتبه، وإيمان بالملائكة، وإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. بمجمل هذا الإيمان ينبغي أن تطيع الله عز وجل. إن الذين آمنوا والذين هاجروا، بالمعنى الواسع والمعنى الضيق. بالمعنى الواسع، هجر المنكر، هجر كل معصية، هجر كل شبهة. بالمعنى الضيق، ترك بلدا منع فيه من إقامة شعائر الدين وهاجر إلى بلد أتيح له أن يعبد الله فيه. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، يعني بذلوا الجهد. يعني نحن في دار عمل، في دار ابتلاء، التكليف طبيعته ذو كلفة. هناك شهوات أودعت في الإنسان، وهناك منهج الله عز وجل يقنن لك هذه الشهوات، يقننها بقنوات نظيفة. فأن تحمل نفسك على طاعة الله وعلى أن تقنن هذه الشهوات في أقنية نظيفة طاهرة تفضي بك إلى الآخرة، إلى دار السلام، هذا هو الجهاد. لذلك الجهاد مراتب ثلاث: أولاها أن تجاهد نفسك وهواك، لأن المهزوم أمام نفسه لا يمكن أن يفعل شيئا مع غيره. والجهاد الثاني الجهاد الدعوي، أن تتعلم القرآن وأن تعلمه، وقد يتاح للإنسان الجهاد القتالي. الأصل أن تحمل نفسك على طاعة الله، أن تجاهد نفسك وهواك. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، قال أولئك يرجون رحمة الله. الإنسان المؤمن يرجو ويخاف، فلو بنيت علاقته مع الله على الرجاء دون الخوف اختلت هذه العلاقة، ولو بنيت علاقته مع الله على الخوف دون الرجاء اختلت هذه العلاقة. الأنبياء والمرسلون والمؤمنون الصادقون يعبدون الله خوفا وطمعا، رغبة ورهبة. هذا الوضع المتوازن، يعني ترجو رحمته وتخاف عذابه، ترجو رحمته بحيث لا تطمع فيها فتقع في معصية، وتخشى عذابه بحيث تحملك هذه الخشية على طاعته دون أن تيأس من رحمته. قضية فيها توازن دقيق، ترجوه دون أن تطمع في رحمته طمعا يحملك على معصية الله، وتخافه خوفا دون أن يحملك على اليأس من رحمة الله. الخوف طبيعي ما لم يحملك على يأس، والرحمة طبيعية ما لم تحملك على معصية. نرجو رحمتك ونخشى عذابك. يعبدون الله رغبا ورهبا.
فلذلك هؤلاء الذين آمنوا الإيمان الحقيقي وهاجروا تركوا المنكر وجاهدوا في سبيل الله بذلوا الجهد ليصلوا إلى مرضات الله عز وجل، هؤلاء في الأساس يرجون رحمة الله. لذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن أذن لا تسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن عمل لا يرفع. فأنت لو عملت عملا صالحا يجب أن تبقى قلقا، لعل في هذا العمل نية لا ترضي الله، لعل في هذا العمل حظ من حظوظ الدنيا. استعذ بالله من عمل لا يرفع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الجنة التي هي فضل الله عز وجل لا يكفيها العمل، لا بد من رحمة الله. هذا كلام يحتاج إلى تفصيل. نعم، إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم، فالجزء محض فضل، تحتاج إلى رحمة الله. إن كل عملك في الدنيا لا يكفي ثمنا للجنة، ولكنه قد يكون سببا لدخول الجنة. وفرق كبير بين أن يكون العمل سببا وبين أن يكون العمل ثمنا. كل عملك الصالح لا يكفي ليكون ثمن الجنة. إلا أن يتغمدني الله برحمته. الجنة محض فضل والنار محض عدل. أيها الإخوة، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ما هي رحمة الله؟ الله عز وجل يقول: ورحمة ربك خير مما يجمعون. يعني واحد يملك أعمال تجارية تدر عليه ألوف الملايين، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إنسان يملك شارع بأكمله بكل أبنيته في أروج عواصم العالم، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إنسان يملك شركة متعددة الجهات والفروع ولها حجم مالي خيالي، ورحمة ربك خير مما يجمعون. لأن رحمة الله عز وجل مطلق عطائه. من معانيها السلامة، سلامة الصحة، سلامة القلب، سلامة النفس. من معانيها أن يحبك الناس، من معانيها أن تكون آمنا مطمئنا، من معانيها أن تتصل عندك نعم الدنيا بنعم الآخرة، من معانيها أن تنتهي بك دنياك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. رحمة الله أثمن شيء يملكه الإنسان. إن رحمة الله قريب من المحسنين. يعني كل عطاء الله، كل علم الله، كل رحمة الله، كل عدل الله، كل قوة الله، كل ما عند الله من خير متمثل في رحمته. لذلك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يعني إذا حجبت عنك رحمة الله وجاءتك الدنيا بحذافيرها فأنت أشقى الأشقياء. ولو حجبت عنك الدنيا كلها ومنحت رحمة الله فأنت أسعد السعداء. رحمة الله إنك مع الله، يعني أنت تستفيد من علم الله ومن قدرة الله ومن فضل الله ومن غنى الله. كل ما عند الله بين يديك إذا كنت موصولا به، وكل ما عند الله محجوب عنه إذا كنت مقطوعا عنه. إذن رحمة الله مطلق عطاء الله عز وجل. الصحابة الكرام عاشوا حياة خشنة
لكنهم كانوا مغموسين برحمة الله، بينما أناس كثر في أعلى درجات الغنى والقوة حجبت عنهم رحمة الله فهم في أشقى حالة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة أدبه مع الله قال في دعائه الشريف: نسألك موجبات رحمتك. الرحمة لها موجبات، من موجبات الرحمة أن تكون مستقيما على أمر الله حتى تستحق رحمة الله، من موجبات الرحمة أن تكون مخلصا لله حتى تستحق رحمة الله، من موجبات الرحمة أن يكون لك عمل صالح يرضي الله حتى تستحق رحمة الله عز وجل. أيها الإخوة، الآية التي تليها: يسألونك عن الخمر والميسر. بادئ ذي بدء، تحدثت في درس سابق فيما أذكر أن كلمة يسألونك تعني الشيء الكثير. أنت حينما تعرف الله تسأل عن أمره ونهيه، حينما تعرف الله لا بد من أن تتوجه إليه أو لا بد من أن تتقرب منه. كيف السبيل إلى التقرب إلى الله عز وجل؟ إنسان من بني جلدتك تحب أن تتقرب منه، تزوره، تقدم له هدية، ترعى ابنه، تعين من حوله، هذه وسائل التقرب إلى البشر. أما إن أردت التقرب إلى الله عز وجل، ما السبيل؟ أن تطيعه، أن تنتهي عما عنه نهاك، وأن تأتمر بما أمرك به. يعني أكبر وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل أن تأتمر بما أمرك وأن تنتهي عما نهاك. طيب، التسلسل المنطقي: حينما تتعرف إلى الله وحينما ترى أن الله هو كل شيء وأن الأمر كله بيد الله وأن العطاء كله من عند الله وأن الله هو المعطي وهو المانع وهو الرافع وهو الخافض وهو المعز وهو المزل، كيف السبيل إلى التقرب إليه؟ نحن في حياتنا الدنيا إذا التقيت بإنسانك على شيء من العلم أو شيء من الخلق تتمنى أن تلتقي به، تتمنى أن تزوره. كيف السبيل إلى أن نلتقي، إلى أن نجلس معا، إلى أن نزورك، إلى أن تزورنا؟ أنت حينما ترى إنسان متفوق قليلا تتمنى أن تلتقي به. إنك إن عرفت الله عز وجل، الشيء الأول بعد هذه المعرفة: كيف أتقرب منه؟ كيف أتصل به؟ كيف أنتفع برحمته؟ كيف أنال من عطائه؟ كيف أسعد بقربه؟ لذلك يسألونك. معنى ذلك الذي لا يعرف الله لا يسأل أبدا، لما السؤال؟ كله عنده سواء. أما الذي يسأل هو الذي يعرف الله. هل هذا يرضي الله؟ هل هذا العمل يحجبني عن الله؟ هل هذا العمل يسخط الله علي؟ يسألونك، ما دام هناك سؤال معنى هناك اهتمام، معنى هناك معرفة. يسألونك عن الخمر والميسر. أولا، هناك حقيقة لا بد من أن تكون واضحة لكم: أمور العقيدة لا مهادنة فيها ولا تدرج فيها ولا مداراة فيها، الحق هو الحق. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فاعلم أنه لا إله إلا الله. تجد القرآن الكريم في تشدد يفوق حد الخيال في شؤون العقيدة: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين
فما منكم من أحد عنه حاجزين وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. في شؤون العقيدة والتوحيد والرسالة في تشدد مذهل، أما في شؤون التشريع في تدرج، شؤون العقيدة في تشدد، أما في شؤون التشريع في تدرج. ليس معنى التدرج أنه نقيض التشدد، لا، بس ما دام الناس قد ألفوا شيئا فلا بد من أن نأخذ بيدهم برفق إلى الصواب، برفق. هذا ماذا يعلمنا؟ لو أنك التقيت مع إنسان يجهل كل شيء عن الدين ورأيت في بيته مئات المعاصي، ينبغي أن تبدأ بعقيدته وأن تتعامى عن هذه المعاصي إلى حين، ثم تأخذ بيده مرحلة مرحلة، درجة درجة، خطوة خطوة، كي تخلصه من كل هذه المعاصي والآثام. أما لو قلت له في بيتك 100 شيء محرم يجب أن تقلع عنها فورا، هناك على سبيل الطرفة أناس في بعض البلاد الإسلامية أسلم على أيديهم عدد كبير من وثنيي آسيا، أول خطوة أمروهم بها أن يتطهروا، أن يختتنوا، ما قبلوا، جعلوا الختان شرطا لازما لقبول إسلامهم. الاختتان لا بد منه، لكن تمهل قليلا بدأوا بالختان فرفض الإسلام. في أمور العقيدة لا مهادنة، وما في حل وسط، ولا في تساهل، ولا في مساومة، ولا في قبول، ولا شعرة. أما في أمور التشريع هناك تدرج، والتدرج لا يتناقض مع التشدد، لا لا، التشدد يقابله التساهل، أما التدرج شيء آخر. هذه نقطة مهمة جداً.